نور، هذا المنطق مو صحيح. احنا الان لو نسمي الامور بمسمياتها لو نصمت. احنا لا نقول له للاعور كريم العين، لا خلينا نقول له انت اعور. خلينا نكون شجعان، ما باقي شيء نخسره. احنا الان صرنا مهزله. احنا ما قمنا نخسر اثنين ولا نخسر واحد، كله ثلاثه فوق. احنا اليوم 14 دقيقه صرنا مهزله هساي، 14 دقيقة بس نزل ثلاث لاعبين، يعني لو لاعب الفريق الاساسي شلون؟ ما هم ذولا نفس الفريق، احنا مو غلبناهم اثنين؟ نفس الفريق، نفس الفريق 2-1 في بطولة الخليج، بافتتاح بطولة الخليج كاس 2-1 غلبتوا، مو غلبناهم؟ وكان عندكم وبالخط الثاني وكان نقص لاعبين من اللاعبين من نادي الشرطة. نعم هذا التاريخ صحيح. زين زين، الان انت الان انا بس اريد افهم يعني بعلم كرة القدم، هسه ها اكو مدربين كانوا يعيبون على كاتونيش يقول لك اسلوبه دفاعي على عيني وراسي، اسلوب دفاعي ما اعطي خسارة، ما اقدر اهجم ما اعطي خسارة، وحتى اذا اريد افوز افوز بكرة ثابتة بضربة جزاء، المهم افوز، وان اريد اخسر مع اقوى فريق اصلي بواحد يعني بفشي ومثل طيب. ما صار الان اللي قاعد يصير هذه يعني اسوأ مرحلة انا صار لي شقد في كرة القدم للمنتخبات العراقية أن توصل بهذا المستوى ومثل هذا التجريب وهذا الضحك. نعم. أي أدفوكات أي بتروفيتش كلهم ما لهم علاقة ذولا، ولا ترجعون وقال لك رحيم حميد ولا إلى علاقة. من إلى علاقة؟ المسؤول الأول الكابتن عدنان درجال وهسه ويا يونس، هم المسؤولين الأول والأخير عن كل ما يجري في كرة يعني القدم. يعني هم يستدعون اللاعبين. وهذا الكلام هذا الكلام قلته قبل 4 أشهر 5 أشهر قلت لك وتعرضت للسب، والآن أنا أقوله هم المسؤولين بكل شيء. يعني هم يسحبون اللاعبين. نعم. هاي الأسماء. والله. هاي القوائم قاعدة تطلع. اليوم شنو جلوس يونس محمود على المصطبة؟ مشرف المنتخب. شنو مشرف المنتخب؟ يا سلام. أوكي. ليش هذه اللعبتين ما قاعد على المصطبة؟ اليوم يمكن لعلي حاسه لعبه مهمه يريد يعطيهم دعم. شنو معنوي. شنو دعم شنو هيك خلينا نقول لا شنو الدعم يوجه لا دعم معنوي لهم يكون موجود على المصطبه. يعني احنا خلينا لو انت تريد تشير الامور اخرى لا مو الامور اخرى. اولا بالمصطبه معروف اللي يقعد المدير الاداري اللي موجود منسق اعلامي منسق اعلامي قاعد والكادر مال الفريق وكذا هم دول. انا اذا اعطي دعم موجود وياه بالمنزع بالمحاضره بالفندق وين مكان جلوس اليوم شو يحي لك؟ ليش اليوم الا المباراة اليوم؟ يعني يريد يتدخل مثلا؟ اقول لك يعني هو يبدل شنو يتدخل؟ اخي حتى هذا الاستدعاءات هم سألوها، ولا يمر لاعب اذا ما يمر الا موافقة الكابتن عدنان درجال وكابتن يونس، وانا اتحداهم يقولون لا. طيب انت هسه تقول لي انا علي يوسف، هسه تقول لي علي يوسف مثلا. اي اشار لك كابتن اركان قال يعني لاعب الان 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 من اتكلم بس خش فركان كابتن اركان عدنان درجال شايفين علي يوسف لا بس لا لا يعني انا لا 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 اسمعني اركان روكي بس اسمعني خلنا نكمل ولك الكلام لك الكلام بس انت تقول الان علي يوسف الان علي يوسف هو شايفه بتروفيتش شايفه المفروض يكون شايفه لانه موجود بالمنتخب وين المفروض لا لا وين شايفه المباريات اللي كان يحضرها بالدوري ممكن شايفه لتسجيلات مباريات يجوز رجع وجوز رحيم حميد انطاق زين احمد فرحان هو شايفه احمد فرحان المفروض اني افترض كاعلامي ولا لعب نفط شو اسمه نفط البصره حتى ما كانت منقوله مباريات طلع في احد المقابلات قال عند بوقات شافنا ربع ساعه انا ما اعرف شلون بربع ساعه في وقتها يعني سجل اسم علي يوسف وانا ما شفت علي يوسف يعني كان مميز في اي مباراه صراحه جايك يعني كامل. لذلك احنا مشكلتنا في 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 الاختيارات انا اتفق معاك هناك تخبطات كثيره استاذ محمد لكن احنا ما نريد نطلع بس الموضوع قال عدنان وقال يونس لان احنا مشكلتنا مو بس بهذول ليش مو هم مسؤولين من رئيس الاتحاد يبو قبل اي شيء يصير يذبونها براس الاتحاد هسه مو رئيس الاتحاد شنو هو خارج الاتحاد هو مو رئيس الاتحاد يعني هالان احنا هسه صارت ما يصير نحكي على عدنان مو رئيس الاتحاد التطبيعيه مو هو اللي كان يديرها صار سنتين من المسؤول إيه قبل حسين سعيد مش وشتمونا بالشارع خلي شوف مو الشخص احنا مشكلتنا من دي يستدعي اللاعب قبل من يخسر لك اركان بس اسمعني قبل من يخسر المنتخب ما ينسب حسين سعيد ناجي حمود ما يفلشونه تفليش مول عبد الخالق ما طلعت مظاهرات طيب ما هو مسؤول نطلع ونحكي وننتقدهم وهذول هم ننتقدهم هذول مو على راسهم ريشه لا على راسهم ريشه هذول الان عندهم مواقع ويجي لك على راسهم ريشه انا ما عندي خطط
خطوط حمراء احكي وجهه مو نظري. انت لا هو مو قصدي انت كابتن اركان، انت مو انت كابتن اركان، ما يخصك هو يحكي بصوره عامه كابتن. اقول لك اكو مواقع الزين هسه تقوم الامور ويقول لك الامور كلها ورديه. نعم.